مجلس جهاد الشرق، السيدات والسادة رؤساء ممثلي المصالح الخارجية، السيدات والسادة رؤساء ممثلي المناظر الإعلامية، أيها الحضور الكريم، أرحب بكم في الدورة العادية لشهر أكتوبر لسنة 2022، وأقف لأقدم لكم مشروع ميزانية جهاد الشرق برسم السنة المالية 2023. ويتضمن هذا العام المحاور التالية: أولاً، تقديم عامل الإطار القانوني والتنظيمي لإعداد ميزانية الجهة. ثانياً، سنعرض مشروع ميزانية جهاد الشرق للسنة المالية 2023. وأخيراً، سنتطرق لبرمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2023. إذا يأتي إعداد مشروع ميزانية جهاد الشرق برسم السنة المالية 2023 وفق مقتضيات مواد القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهاد، وخاصة المواد 197-198-199، وعلى ضوء المراسيم التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بالقانون التنظيمي المذكور أعلاه، ومنها المرسوم المتعلق بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة والمعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، المرسوم المتعلق بتحديد مسارات وآجال إعداد برمجة ممتدة على 3 سنوات الخاصة بميزانية الجهة، المرسوم المتعلق بتحديد كيفية إدارة جوازات ميزانية الجهة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع تتميما للمادة المتعلقة، المادة الأولى للمرسوم المتعلق بتحديد قائمة وثائق واجب إرفاقها، المرسوم المتعلق بتحديد تطبيق ميزانية الجهة، وأخيرا قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية المتعلق بتحديد تطبيق ميزانية الجهة. إذا نمر مباشرة للمداخيل المقترحة بميزانية جهاد الشرق برسم السنة المالية 2023. إذا في انتظار توصل الجهة بالاعتمادات التقديرية برسم سنة 2023 من طرف وزارة الداخلية المديرية العامة للجامعة الترابية، تم اعتماد نفس مبالغ مداخيل مقررة سنة 2022 والمقدرة 734,654,800 درهم، والتي تهم حصة الجهة من ضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والرسم على عقود التأمين، بالإضافة إلى المخصصات من الميزانية العامة للدولة طبقا لمقتضيات المادة 188 من القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهاد. كما تم تقدير مجموع مبالغ المداخل الذاتية للجهة ومداخل أخرى بمبلغ 30,645,200 درهم، وعليه من المتوقع أن تصل توقعات مداخل الجزء الأول من ميزانية الجهة لسنة 2023 ما مجموعه 767,300,000 درهم. والمزيد من التفاصيل يوضح الجدول التالي تفاصيل مداخل مقترحة لسنة 2023. إذا فيما يخص حصة الجهة من منتوج ضريبة على الشركات، تم اقتراح مبلغ 196,140,000 درهم. فيما يخص حصة الجهة من منتوج ضريبة على الدخل، تم وضع مبلغ 180,212,000 درهم. فيما يخص حصة الجهة من منتوج الرسم على عقود التأمين، تم وضع مبلغ 38,302,800 درهم. فيما يخص الرسم المفروض على رخص الصيد، تم وضع مبلغ 4.7 مليون درهم. فيما يخص حصة من منتوج الرسم على الخدمات الجماعية، تم وضع مبلغ 8.4 مليون درهم. فيما يخص الرسم المفروض على استغلال المناجم، تم وضع مبلغ 430,000 درهم. فيما يخص الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ، تم وضع مبلغ 8.1 مليون درهم. وفيما يخص حصة الجهة من منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع، تم وضع مبلغ 1.3 مليون درهم. وفيما يخص منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة، تم وضع مبلغ 9.7 مليون درهم. وفيما يخص إمدادات ممنوحة من طرف الدولة، تم اقتراح مبلغ 313,000,000 درهم، أي ما مجموعه 767,300,000 درهم. فيما يخص مصاريف التسليم، فقد عرفت هذه المصاريف تغييرات جدا في فهم خصوصا الباب 10 والباب 50 من ميزانية السير، وذلك حفاظا على مبدأ ترشيد نفقات السير من خلال الاكتفاء ببرمجة مصاريف الحاجز الضرورية دون غيرها، سيرا على النهج الذي تبنته جهات الشرق والمرتكز أساسا على مبادئ الحكامة الجيدة وضمان السير الجيد لمرافقها. إذا فيما يخص الفصل 30 متعلق بأنشطة متعلقة بوسائل السير أخرى، عرف هذا الفصل ممول يقدر ب600,000 درهم تهم البنك الخاص بأتعاب المحامون والموثقون، وذلك من أجل تغطية مصاريف الاقتناءات. كما تم الرفع كذلك من الاعتمادات الخاصة بتغطية مصاريف نقل أعضاء المجلس داخل وخارج المملكة ومصاريف مهمات بالخارج بمبلغ 950,000 درهم. فيما يخص الفصل 40 المتعلق بنشاطات مالية متعلقة بتكاليف الديون، انتقلت هذه الأقساط السنوية لتكاليف الديون من مبلغ 41,779,822 درهم سنة 2022 إلى 55,403,176 درهم في مشروع ميزانية جهة الشرق لسنة 2023.
فيما يخص الفصل 40 المتعلق بدفعات الفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسقيها الجامعات الترابية، انتقلت نفقات هذه الأنشطة المتعلقة بهذا الفصل من 41.3 مليون درهم سنة 2022 إلى 56 مليون درهم، أي بتسجيل زيادة قدرها 14.7 مليون درهم. تم تخصيصها أولاً في الرفع بمبلغ 7 مليون درهم لإنجاز صفقات متعلقة بتوفير اليد العاملة والسائقين بالمرآة الجهوي للآليات، وذلك من أجل استكمال إنجاز مشاريع فك العزلة عن العالم القروي وضمان تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة التجهيز والماء لإنجاز منشآت صرف المياه بالمسالك القروية بالجهة. كما كذلك تخصيص 2.7 مليون درهم من أجل مشاركة في تنظيم المعارض متعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للشراكة المغربية الإسلامية. كذلك تم تخصيص مبلغ 2 مليون درهم لتنزيل مشاريع مع الصندوق المشترك للتعاون الفرنسي، وكذلك 800,000 درهم لتعزيز عملية تواصل جهة مع موحدها الخارجي ومشاريع تهم مشاركة الجهة في تنظيم معارض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومعارض الفلاحة والفروسية والتمور وأخرى. كما تم تخصيص مبلغ 1.5 مليون درهم لفائدة جامعة محمد الأول وجامعة الأخوين في إطار برنامج التمويل المستمر الذي تم إعداده لفائدة المنتخبين من أجل دعم وتقوية قدراتهم في عدة مجالات. كما تم الرفع كذلك بالمصاريف المقدمة للأندية الرياضية، وتم تخصيص مبلغ 20 مليون درهم بمشروع ميزانية جهة الشرق لسنة 2023، وذلك في إطار الاتفاقيات الجديدة التي تم إبرامها مع مجموعة من الوسط الرياضية. وأخيرا تم الرفع كذلك من النفقات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، حيث تم تخصيص مبلغ 12 مليون درهم بمشروع ميزانية الجهة لسنة 2023 قصد تمكينها من تعزيز مواردها البشرية والرفع من جودة خدماتها. إذا بلغت مصاريف تسيير لمشروع ميزانية جهة الشرق للسنة المالية 2023 ما مجموعه 262 مليون و 266,600 درهم. إذا عمد مجلس جهة الشرق في إعداد ميزانيته إلى ترشيد نفقات التسيير إلى الحد الأقصى، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية إلى ميزانية الاستثمار، ومن تحقيق فائض تقديري وصل إلى 504 مليون و 333,399 مليون درهم، حيث سجل ارتفاع ملحوظ مقارنة مع السنة السابقة 2022 بمبلغ 63 مليون و 449,875 درهم، والذي تمت برمجته على الشكل التالي: أولاً تسديد أصل الدين بمبلغ 93.480 مليون درهم لفائدة صندوق التجهيز الجماعي. تم كذلك دعم قطاع الاستثمار وخلق فرص الشغل ودعم المقاولة والتعاونيات، وتم تخصيص مبلغ 20 مليون درهم من أجل دعم الاستثمار في إطار اتفاقية الشراكة مع مجموعة من الشركات. تم كذلك تخصيص مبلغ 20 مليون درهم لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من أجل إنجاز مشاريع البنية التحتية الصناعية بالجهة في إطار اتفاقيات الشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة. لذلك تمت برمجة 35 مليون درهم من أجل إنجاز مشروع تأهيل وعصرنة وإعادة بناء الأسواق الأسبوعية لإنعاش المنتجات الجهوية بجهة الشرق في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون. لذلك تم تخصيص 15 مليون درهم لفائدة ولدعم التعاونيات بجهة الشرق. تم كذلك تخصيص مبلغ 130 مليون درهم من أجل اقتناء مقر البنك الشعبي. وأخيرا تم تخصيص مبلغ 2 مليون درهم لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع من أجل إحداث وتسيير الدور العائلية القروية بجهة الشرق في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون. فيما يخص قطاع التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، تم تخصيص مبلغ 15 مليون درهم من أجل بناء وتجهيز المدرسة الوطنية للهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي والروبوتي بمدينة بركان في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون. كذلك تم تخصيص مبلغ 5 مليون درهم من أجل تجهيز وتسيير دور الشباب من أجل إحداث مدارس خاصة بالبرمجة والتشفير المعلوماتي بجهة الشرق يوكو. كذلك تم تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لفائدة جامعة محمد الأول من أجل دعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركة الطلابية في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون. كذلك تم استكمال تنفيذ مشاريع مع جامعة محمد الأول في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون، وتم تخصيص مبلغ 8.97 مليون درهم. وكذلك تم استكمال تنفيذ الشطر الثاني لتوسيع العرض التربوي في إطار اتفاقية الشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وتم تخصيص مبلغ 10 مليون درهم. وكذلك تم استكمال تشجيع المتدربين والحاضرين من المناطق النائية في إطار اتفاقية الشراكة مع مكتب التكوين المهني بمبلغ 1.2 مليون درهم. وأخيرا تم تخصيص مبلغ 10 مليون درهم من أجل إحداث دار إفريقيا وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار. فيما يخص دعم قطاع الماء وتطهير السائل، تم تخصيص مبلغ 35 مليون درهم
من أجل دعم القطاع الفلاحي بإحداث نقاط الماء وتعزيز مسالك لفك العزلة عن المجالات الفلاحية بجهة الشرق خلال الفترة 2022-2024 في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون. تمت برمجة كذلك 50 مليون درهم لفائدة وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع من أجل إنجاز السدود الصغرى والسدود التالية بجهة الشرق في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون. وأخيرا تم استكمال الشطر الثاني لإنجاز مشروع حماية سليمة شرعة بإقليم دركان من الفيضانات في إطار صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية بمبلغ 9.2 مليون درهم. فيما يخص دعم قطاع البنية التحتية، تم تخصيص مبلغ 3.12 مليون درهم لفائدة المكسب الوطني للكهرباء من أجل إنجاز مشروع كهرباء الدوار مركز ضغنائية بجامعة سيدي عبد الحكم إقليم جرابة في إطار اتفاقية الشراكة رقم 10969. وأخيرا تم تخصيص مبلغ 12.304 مليون درهم من أجل إنجاز مشاريع تنموية بجهة الشرق. فيما يخص دعم القطاع الاجتماعي والتضامني، تمت برمجة 8 مليون درهم ستدفع الجامعات الترابية من أجل دعم الأنشطة المديرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة بعملة وأقاليم جهة الشرق. تمت برمجة كذلك 2 مليون درهم من أجل اقتناء التجهيزات الخاصة بمراكز استقبال أشخاص في وضعية صعبة في إطار اتفاقية مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. تمت كذلك تخصيص مبلغ 5 مليون درهم من أجل استكمال إنجاز المركب الاجتماعي التربوي بالناظور في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون. كذلك تم تخصيص 4 مليون درهم من أجل تسيير المرصد الجهوي للاقتصاد الاجتماعي التضامني ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني بجهة الشرق في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون. وأخيرا تم تخصيص مبلغ 2 مليون درهم من أجل تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون بجهة الشرق في إطار اتفاقية الشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة الشرق. فيما يخص التهيئة الحضرية والبيئية، تم تخصيص 15 مليون درهم ستدفع لشركة عمران من أجل تمويل وإنجاز مشروع تأهيل مراكز الجامعات بجهة الشرق في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون. وفيما يخص كذلك قطاع النقل ودعم قطاع النقل، تم استكمال إنجاز مشاريع الربط الجوي بين مطارات الجهة ومطار محمد الخامس بالدار البيضاء من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية للطيران، وتم تخصيص مبلغ 29.349 مليون درهم. وأخيرا تم دعم القطاع الثقافي والمحافظة على الآثار، وتم تخصيص مبلغ 30 مليون درهم من أجل تعزيز البنية الثقافية وتنويع العرض الثقافي بجهة الشرق في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون. كذلك تم تخصيص مبلغ 10 مليون درهم من أجل إحداث مراكز للتكوين خاصة بالفتيات والنساء ودور الشباب والمخيمات بجهة الشرق في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون. وأخيرا تمت برمجة 5 مليون درهم لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من أجل تهيئة وتجهيز دور الشباب بجهة الشرق في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون. شكرا.